لعدة سنوات تقوم العوائل في العراق والحكومة بإعادة بناء حياة الناس وبلدهم بدعم من أسرة الأمم المتحدة. تعرفوا على سعد وجميلة وابنتهما لينا وشقيقة جميلة نور الذين فروا من منزلهم في نينوى أثناء النزاع مع داعش. من الفيضانات إلى النزاع المسلح، قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتنسيق الاستجابة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة وشركائها لدعم النازحين العودة إلى ديارهم بأمان. بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حصل سعد وعائلته على المستندات والوثائق الثبوتية المدنية ليتسنى لهم الحصول على الخدمات مثل الصحة والتعليم. تساعد المنظمة الدولية للهجرة الأسر والعديد من الأشخاص الآخرين في نقلهم إلى مناطقهم الأصلية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والتحويلات النقدية. منذ أن تم تدمير منزل أسرتهم، أصبحوا الآن يعيشون في منزلهم الجديد بفضل مشاريع إعادة بناء وتأهيل المساكن التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقوم أيضاً بتزويد الأسرة بالخدمات التي تم تأهيلها مثل المستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء. يشارك سعد كذلك في مشروع النقد مقابل العمل لمساعدته على كسب الدخل. تم استخدام مهارات سعد الزراعية على نحو جيد بدعم من منظمة الأغذية والزراعة لزراعة المحاصيل وتربية الماشية، وتتلقى أسرته هذا الدعم من بين آلاف الأسر. تستلم جميلة ونور الحصة الغذائية أو المساعدة النقدية الشهرية لأسرتهما من برنامج الأغذية العالمي وشركائه. حصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع. لضمان حصول الأسرة على الخدمات الطبية بما في ذلك اختبارات كوفيد-19، قامت منظمة الصحة العالمية بترميم مركز الرعاية الصحية الأولية الأقرب إليهم والذي يوفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى للأسرة. تعمل يونيسيف على حماية مستقبل العراق من خلال توفير فرص التعليم للشباب مثل لينا، حيث يشعر والدها بالسعادة لتوفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لها ولزملائها في مدرستهم بفضل دعم اليونيسيف. بالقرب من مدرسة لينا، تواصل يونسكو إعادة بناء وتأهيل وصيانة المعالم العمرانية والنصب التاريخية العراقية الغنية لجعل العراقيين فخورين بثقافتهم. معاً نخلق مجتمعاً أكثر مساواة مع الحقوق والفرص للجميع. كناجية من تنظيم داعش، فقدت نور شقيقة جميلة زوجها خلال النزاع، وهي تراجع واحداً من 145 مكاناً آمناً يديرها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات الرعاية النفسية الاجتماعية والصحة الإنجابية. يقدم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المسائل عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش يونيتاد الدعم للناجيات مثل نور من خلال الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش على الجرائم التي ارتكبوها والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. تستخدم نور وقت فراغها للمساعدة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان، كما تنضم إلى نساء أخريات في ورش عمل التلاحم الاجتماعي وبناء السلام والحوار الوطني التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي. تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمكين المرأة، حيث يمكن نور وجميلة تطوير مهارتهما من خلال المشاريع التي تستمر في تعزيز جدول الأعمال المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في العراق. عند الحاجة يمكن لعائلة سعد الاتصال بالخط المجاني لمركز معلومات العراق الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع نيابة عن جميع شركاء الأمم المتحدة. يمكنهم طلب المساعدة من خلال الدعم المتاح لهم. ستواصل أسرة الأمم المتحدة وشركاؤنا العمل بجد لمساعدة الأسر مثل أسرة سعد لخلق مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين.